الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص هنبدأ الآن في اختيار صاحب النصيب برحلة العمرة المجانية، بس هنديكم نبذة بسيطة عن الموضوع. احنا اخترنا 300 شخص، في كل واحد ساهم، اللي فيه ساهم بسهم، في اللي ساهم باثنين، في اللي ساهم بعشرة، في اللي ساهم بخمسين سهم، وكتبنا الأسماء وحطيناها في صندوق الجرعة. وبعد ما كتبنا الأسماء اللي دفعت فلوس، فتحنا المجال لأي حد عمره فوق الخمسين سنة وحابب إن هو يعمل رحلة عمرة، بشرط إنه ما يكونش سبق ليه أداء رحلة عمرة قبل كده، أو ما يكونش يعني يكون سنه تجاوز الخمسين. فكتبنا أي حد من امبارح بنكتب أي اسم بيجيني وبنحطه في صندوق الجرعة. وإحنا دلوقتي هنجيب البت صغيرة وهنختار صاحب النصيب، بس الأول طبعا الحبايب اللي معانا، الأستاذ أحمد أبو عين، الأستاذ صابر، الأستاذ وائل، الاستاذ طارق ابو شامي، الاستاذ بهاء، الاستاذ فتحي، ابراهيم حربي، الاستاذ ابراهيم عموره، الشباب طبعا والحبايب اللي كلهم حاضرين معانا الجرعه. الحبايب اللي مشرفينا النهارده ومنوريني عشان نختار مع بعض الجرعه ونختار صاحب النصيب. ومليون مبارك مقدما لصاحب النصيب، مليون مبارك مقدما لصاحب النصيب اللي هيفوز برحله العمره. طبعا ننتظر بس الناس تدخل البث عشان نختار صاحب النصيب. الصندوق طبعا مقفول، ما ننتظر شوية، ما انا هوريهم الصندوق. الصندوق طبعا مقفول، في فتحة صغيرة. هنرد الصندوق، ما هنختارش، انا بعرفهم يعني، انا بعرفهم بديهم مواصفات. الصندوق مقفول وفي فتحة صغيرة، طبعا في حوالي اكتر من 500 اسم او 400 اسم. طبعا الاسماء ده اسماء هنيئا لصاحب النصيب، هنيئا لصاحب النصيب. والله تاكدوا يا جماعه ان العمره دي هتكون من نصيب شخص محتاج، الشخص بيدعي ربنا ليل نهار ان هو يأدي رحله عمره وهتكون من نصيبه. تاكدوا والله العظيم تاكدوا. عايز برضه اعرفكم حاجه، في شخص بعت 1000 جنيه، في شخص بعت 1000 جنيه لعشر اسهم، قال ان هو في السعوديه ومش حابب يعمل عمره لان هو عمل كذا عمره. قال لي لصاحب النصيب، انا كاتب 10 اسهم كاتب فيهم لصاحب النصيب، قال لي لو حد فيهم من الاسهم دول جات الجرعه عليه اختار اي حد محتاج او اي حد كبير في السن او اي حد محتاج ان هو يطلع عمره فهو يطلع منهم، والباقي كله الباقي اللي في الصندوق كلها اسماء مكتوبه. طبعا الحبايب معانا، هنيئا لصاحب النصيب. هننتظر شوية الناس تدخل البث عشان احنا اعلنا عن البث من امبارح، هننتظر شوية. الصندوق، العلبة دي فيها ايه؟ العلبة دي فيها ايه؟ فيها عمرة، فيها عمرة، العلبة دي فيها عمرة. الصوت كده شغال ولا لا؟ الصوت شغال يا شباب، الناس اللي بتشاهدنا الصوت شغال، الصوت كويس. الحبايب اللي بيعلق الصوت كويس ولا لا؟ طب حد يفتح من تليفون من عنده ولا؟ الصوت شغال ولا لا؟ في واحد كتب الصوت، الصوت مش شغال. حماده، حماده الصوت شغال؟ الناس اللي بتشاهدني الصوت تمام، هو الصوت تمام، اصل واحد كتب الصوت مش شغال. شغال يعني هو الصوت عندك لان انت انا مركب المايك. الصوت واضح، الصوت شغال تمام. صلى على النبي، طيب صلى على النبي. العلبه دي فيها عمره، العلبه دي فيها عمره. مش عايز يعني ايه، مش عايز افاجئكم واقول لكم ان العلبه دي فيها 500 اسم كلهم احمد كلهم احمد حربي. بنقول مليون مبارك مقدما للصاحب او صاحبه النصيب. احنا يعني متاكدين ان ربنا سبحانه وتعالى عادل وان العمره دي هتكون من نصيب اي شخص محتاجه. وعموما يا جماعه اللي هتكون من نصيبه او من نصيبها العمره، ممكن لو هو مش حابب ان هو ما يطلعش يهديها لامه لابوه لعمه لخاله، هو متاح له انه يهديها لاي حد. احنا معانا بفضل الله 28300 جنيه، 28300 جنيه.
اللي هنحجز بيهم رحلة العمرة. يلا مستنيين الحبايب، الحبايب كده تدخل. ايه رأيكم نبدأ ولا لسه؟ ننتظر ولا ايه؟ يلا المشاهدات بدأت تزيد. تعال يا عسل، تعال يا سكر، خليها عشان يشوفوها. تعال تعال، العسل ده اللي هتختار صاحب النصيب، العسل ده اللي هتختار صاحب النصيب، عشان ما حدش يدعي عليا اخترت القطه الصغيره دي، هي اللي هتختار، هي اللي هتختار صاحب النصيب يدعي لي، او صاحبه النصيب تدعي لي. ما هيجيب السبحه والطاقيه. العسل ده نبني، شوف راي المشاهدين. نبدا يا شباب الاختيار ولا ننتظر شويه؟ الناس اللي بتشاهدنا حاليا نبدا، نبدا السحب ولا ننتظر شويه؟ يا ريت الناس اللي بتشاهد برضه تبعت لاصدقائها يفتحوا معانا، خلي اكبر عدد من الناس تشوف المنظر الجميل. يا ريت يا جماعه الناس اللي بتشاهدنا تعمل دعوه لاصدقائها كده، عايزين ان الفكره دي تنتشر في قريه النواور، وعايزين الفكره دي تنتشر على مستوى البداري. والله العظيم فكره جميله جدا، يعني في ناس 100 جنيه لما تبرع ب 100 جنيه ما موتتوش، والله بالعكس. انتوا حاليا هتشوفوا، هنعمل بس تاني لصاحب او صاحبه النصيب اللي هيفوز برحله العمره. انت نفسك لو شفت كميه الفرحه والسرور لما يعرف نفسه انه فاز برحله عمره، والله العظيم ممكن يموت مننا. بدل ما نعمل حاجه كويسه. والله العظيم فرحه يا جماعه، فرحه والله، فرحه ما بعدها فرحه. لما من الناس اللي هي معانا في اللايف ممكن حد، يعني والله العظيم هتكون فرحه. الناس اللي بتشاهدنا حاليا، في الناس اللي قاعدين، في اللي باعت اسم ابوه، في اللي باعت اسم امه، في اللي باعت، يعني هتكون فرحه ما بعدها فرحه، هتكون فرحه ما بعدها فرحه. الحبايب اللي بيشاهدوني والله العظيم، يعني برضو قبل ما ابدا حابب اشكر اي حد تبرع بملين ال 28300 جنيه يا جماعه. اول شيء انا كاحمد حربي ما دافعش منهم ولا جنيه. ثاني شيء برضو ما حطيتش اي حد من آل حرب في الصندوق، يعني الصندوق ما فيش اي حد من حرب تماما، اي حد من عائلتني ما حطيتش، حتى اللي هو حب ان هو يساهم معاي انا رفضت. ليه؟ عشان الناس يعني الشيطان ما يلعبش في عقلهم ويقول لك ده اختار قريبه او مش عارف، زي فيلم اسماعيل ياسين زمان يقول عامل الصندوق كله حد من عيلته. لا الحمد لله. الصندوق ده ما حطتش اي حد من آل حربي اطلاقا اطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد ولا اي حد ينتمي لي بصله حطه في الصندوق. هذا من فضل ربي، يعني عشان الموضوع يكون بجديه ويكون يعني حاجه يعني مفرحه والناس كلها تفرح. واي حد حاطط اسمه وما حلفوش الحظ، ان شاء الله هنعمل عمره واثنين وثلاث، طول ما احمد حربي بيتنفس والناس الحلوه دي اللي موجوده والناس اللي بتشاهدنا برضه هنعمل عمره واثنين وعشره وخمورنا ايه، وبكره ان شاء الله نقول عايزين نعمل عمره ثاني ونفرح حد ثاني، ما خسرناش حاجه. الحبايب كثير. شوف من هلعب في المياد، يلا هتلعب في الموتوسيكل. زي اسمع بس، مره كنت اعمل فيديو عشان انشره على مره كنت اعمل فيديو عشان انشره على اليوتيوب، والله العظيم صح، وبياع بتاع بصل قاعد يتكلم البصل مش عارف يا عم يهدى شوية يا ديت كل بصل. اقول ايه يا عم دي اروح ازعط من على الدسم ولا ايه؟ المهم يا جماعة ان الله المستعان. نبدا يا حبايب، حبايبنا حبايبنا الحلوين، العلبة دي فيها رحلة عمرة، العلبة دي هنفرح بها اخ او اخت، العلبة دي فيها رحلة عمرة مجانية في ميزان حسنات اي حد يتبرع بملين، في ميزان حسنات اي حد دفع عننا بظهر الغيب، دعانا دعوه بظهر الغيب، في ميزان حسنات اي حد بيشاهدنا، اي حد موجود معانا. وطول ما الحبايب الموجودين واهل الخير موجودين باذن الله هنعمل مره واثنين وثلاثه وعشره ومش هنبطل، يعني ربنا يجعلها عاده باذن الله. نبدا يا جماعه، نبدا. تعال يا سكر، تعال هنا، ادي العمره. ابي ورقه واحده. هتحط ايدك يا نور. هفتح الصندوق. هي هتختار البنت الصغيره، هتحط ايدها في الصندوق، هتختار اسم. بعد ما اعرضه على حضراتكم هفتح لكم الصندوق. بعد ما افتح، بعد ما هي تختار اسم الصندوق، انا مخلي له فتحه صغيره زي الحصاله اللي كنا بنعملها زمان. فاكرين الحصاله اللي كنا بنعملها زمان؟ زي يا احمد ايه؟ لف الكاميرا شويه على البنت، خليها ماشي. ما انا هوريهم، بس انا هوريهم اشرح لهم يعني. اي ده يعني ايه كده؟ يعني الصندوق ده فيه رحله عمره. يا بختك يا عم، يا بختك يا ابن الايه، يا فوزي يا ابن المحظوظه.
بعد اقول الباقه خلصت نشحنها لك من الهندي قبل الهندي. بسم الله بسم الله. حطي لك يا عسل، حطي لك، طلع واحده بس، واحده بس، واحده بس، ورقه واحده بس، واحده بس، خليه. استنى كده، حط. بسم الله، ولا غالب يغلب على امر الله. بسم الله. يا ترى مين سعيد الحظ؟ يا ترى مين للتشويق؟ الله اكبر، الله اكبر. ما شوف انا مين. بسم الله بسم الله بسم الله. محمود صابر المغني، مدير مدرسه اللي في القنطره دي. محمود صابر المغني صاحب النصيب. الف الف مبروك للاستاذ محمود صابر المغني من القنطره، من بيت المغني. الف الف مبروك للاستاذ محمود صابر المغني. الف الف مبروك للاستاذ محمود صابر المغني، صاحب النصيب برحله العمره، صاحب النصيب برحله العمره. الاستاذ مدير مدرسه هو الاستاذ محمود صابر المغني. الف الف مليون مبارك، الف الف مليون مبارك للاستاذ محمود صابر المغني. نفتح الصندوق عاد. هات 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 الورقه دي. بالراحه عشان ما نقطعوش، هنعمل فيه ثاني. امسك كده، امسك يا ابو عم، امسك بس، امسك 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 عشان الكاميرا. بصوا يا جماعه، ده عبد الغني محمد عطيه. بص الاسماء، محمد عبد الحميد ضاحي. ده للتكرار يعني، ده للتكرار يعني، عشان ايه؟ ده عشان ان الاسامي مختلفه. ايمان السدوري، ده الاسامي دي عشان ايه؟ انت وسع شويه وريهم الصندوق بالايه. ايه الاسماء؟ احمد حسن، دي اسماء، الاسماء دي الاسماء. اقرا 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 الناس، اقرا الناس. انا اختار واحد اشوفه مين برضه. احمد محمد، احمد علي، سعودي صابر. انا ما اعرفش سعودي صابر. يلا يا جماعه، يعني كلنا نقول مبروك للاستاذ محمود صابر المغني، وانتظرونا باذن الله في رحله عمره قادمه، ونقول مبارك ومليون مبارك للاستاذ محمود صابر المغني. وان شاء الله يا جماعه، الناس اللي هي ما حلفاش الحظ ما تزعلش، ان شاء الله رحله العمره مكرره باذن الله، واحنا ربنا يجعلها عادي. واي حد ما حلفوش الحظ بقول له ان شاء الله يعني هنكرر رحله العمره، وان شاء الله يكون لك نصيب في مره اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كنا سعداء بوجودنا معكم. السلام عليكم.